بسم الله. ما طبيعي قديش طيبة ما شاء الله، كتير طرية وكتير طعمات فيها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الهلون بوريه بيلزمنا 500 جرام هلون مفرز، يعني هذول متلجين ما بيأثر، يعني إذا كانوا متلجين ما في مشكلة أبدا. 500 جرام بيلزمني عسل والمصفاية. هلأ نبلش، بس نعملهم بالبلندر، بدنا نطحنهم مزبوط. تمام، هيك شايفين طحنته أنا مزبوط هيك، هلأ نعم مزبوط، حتى البذور تبعه حاولت نعمه على الاخر. هلا بدنا نصفيهم. المصفاية ضروري تكون ناعمة كتير 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 دبل. هلا هيك مثل ما شايفين. هلا بدنا 4 معالق عسل تقريبا، لازم يكون عسل اكيد كويس. وحدة ونخلطهم مع بعض. الهلوم بيوريه صار جاهز، انا فيني استخدمه هلا لكتير حلويات، ل كاسات بوظة، لديكور او شيء. بس حطيته بالبراد بيجمد اكتر، وبس حطيناه بالفريزر، هذا حطيناه على بلاستيك ورقيق، بصير عندنا مكسرات مثل البوظة، كمان بضل شهور. يعني هذا ممتاز كتير لاكلات حلوة كتير، بما انه هلأ لسه جديد لسه طري، بس هذا اكيد بيجمد. وهذا هيك الهلون بيوري. لا ممتاز ممتاز. هلا بدنا نعمل القسم الاول اللي هو هذا، اللي هو الحشوه للقالب الكبير. لزمني انا 300 جرام هلون بيوري اللي عملناه سابقا، 50 جرام سكر، عصره نص ليمونه، واربع شرحات صغار او شرحتين كبار جيلاتين. بنقعهم بالمي البارده. طبعا هذا ما بياخذ دقيقتين. وهدول بدي اجيبهم انا على نار، هذا الهلوم بيوري لدرجة الغليان، 50 جرام سكر وعصرة نص ليمون. هلا هيك بلش يغلي، يعني انا عندي تمام هون، بشيله على جنب، حيني هون بشيل الجيلاتين، اي الجيلاتين بدلقن هون، بحركهم ليدوبوا على الاخير، اتركوا لي يبرد شوي، بس بصير درجة حرارة الغرفة بصبوا بهالقالب هذا، بنتركه ليبرد شوي وبنرجع بعدين. هذا هيك باخده على الفريزر وبحطه 4 ساعات على الأقل أو يوم كامل.
هلا بدنا نجهز البسكوت اللي هي قاعدة القالب اللي بدنا نعمله. هي بسكوت سابلي، اذا بدكم الوصفة اكيد بتلاقوها بفيديو السابلي موجود عندي على اليوتيوب. بنبردها بالفريزر تقريبا نص ساعة ما اكثر من هيك او 10 دقائق، بس بيهمنا تجمد وتاخذ شكل حلو مشان نقدر نتحكم بالتقطيع. بهون كمان مناسبة، هذا قالب السيليكون لازم يكون كتير مهم يكون نوع كويس، هاي القاعدة نحطه بهالشكل بده يصير، بعدين بدنا نقلبها، لذلك هاي بدها تكون هالقاعدة هون. زين نعمل هيك، نشيل عمهلنا ونخبزها بالفرن. هلا هاي بدنا نحطها بالفرن درجة حرارة 170 تاخد ربع ساعة، والعجينة مثل ما قلت أنا سابقا أنه عجينة السابلي بتلاقوها بفيديو السابلي عندي بقناتي على اليوتيوب. هلا لنعمل موس اللبن أو يوغورت موس اللي هو الحشوة الأولى اللي بدها تكون بأسفل القالب. بيلزمني انا لموس اللبن هالكام شغله هيك حلوين هون، عندي انا ببلش هون 10 جرام جيلاتين، بعدين 120 جرام كريم فول كريم يعني تقريبا 3 ارباع الكوب، بدي انا برش ليمونتين حامض، البرش تبعهم رح ابرشهم بالناعمه، هلا بنبرشهم مع بعض، 20 جرام سكر خشن اكيد، 60 جرام عسل او 3 معالق كبار، و 130 جرام شوكولا بيضة، يعني تقريبا هدول بيطلعوا 3 ارباع الكوب، 3 ارباع الكوب، وعندي 250 جرام لبن تركي، عفوا لبن يوناني، لبن يوناني بيكون كريمي اكثر من التركي مثل ما شايفين. اذا 250 جرام، وعندي 160 جرام كمان نفس الشيء كريم فول كريم يعني تقريبا 3 ارباع الكوب، هي للمرحله الاخيره اللي رح نخفقهم لوحدهم هذول. هلا للمرحله الاولى انا رح اضيف ال 120 جرام كريمه، نحطهم بكسترول، ورح احط فوقهم برش الليمون. رح نحطهم على النار نسخنهم لدرجة الغليان. اذا انا عندي هون هلا برش الليمون مع الكريم ال 120 جرام، رح انا بس اغليهم او سخنهم لمرحلة الغليان. وانا هالطريقة كلها انا مشان اخذ طعمات الليمون او البرش الليمون بالكريمة، شايفين مجرد ما غلت هلا بتقب شوي خلاص هيك تمام، عندي باخذها على جنب بغطيها ببلاستيك وبتركها. بعد ما غطيتها ببلاستيك انا هون للكريمة وبرش الليمون رح اتركها تقريبا 20 دقيقة مشان تاخذ طعمات الكريمة، تاخذ طعم قوي من برش الليمون، وبنفس الوقت تقريبا بتصير بحرارة الغرفة فيني انا اكمل وتابع الوصفة. اذا رح اتركها على جنب وبشوفكم بعد شوي. هلا لبين ما ارتاحت الكريمة مع برش الليمون رح نعمل انا الشوكولا البيضة، رح دوبها على البان ماري اللي هي المي المغلية مثل ما شايفين عندنا هون، طبعا هاي بتعرفوا لازم تكون ناشفة كتير. هلا هيك تمام، ما شرط ندوبهم على الاخر هيك تمام، طفي النار وبشيلهم على جنب. هلا المرحلة الثانية بعد ما بردت الكريمة او بعد ما نقعناها 20 دقيقة للكريمة مع برش الليمون، بنحط الجيلاتين بمي باردة، رح ننقعهم نحن هون شوي هلا بالمي الباردة
ورح صفي الكريمة اللي نقعتها أنا ببرش الليمون. نصفيها. نتخلص قد ما بنقدر من الكريمة الموجودة. برجع النار درجة حرارة وسط ونضيف عليها السكر. أنا بدي وصلها هون لدرجة حرارة تقريبا 70. أخذها على جنب، بتأكد أنه السكر كله داب مزبوط. عندي هون أنا الجيلاتين بعد ما نقعته شوي بالماء، بس بصفيه بالماء الباردة، بصفيه وبضيفه فوق كريمة وتخلطها لحتى يدوب كمان مزبوط. طبعا الجيلاتين بس ينقع بالماء الباردة بيدوب ثواني، اذا كان درجة الحرارة فوق 50 او فوق 40 حتى، بس بده مي دافية شوي او حليب دافي. هاي الشوكولا انا عندي 300 جرام اللي دوبتها شوي، وهي الكريمة مع برش الليمون والسكر والجيلاتين رح ضيفها فوقهم. رح انا اخفقهم هلا بالخلاط على مقلي. ممتاز، طلع عندي كراميل تقريبا. بتركهم تقريبا ليصيروا بدرجة حرارة الجسم يعني 35 درجة مئوية. هلا انا بتأكد منهم يعني تقريبا بياخذوا شغلة 5-6 دقايق. هلا بنضيف العسل كمان فوق المزيج ومنكمل خلطة. ما شايفين عندي هون انا تقريبا 36، يعني اوكي ما في مشكلة فيني بلش فيها. بضيف اللبن هلا. عندي هون اللبن انا. اللبن شايفين كيف قوامه كريمي، ما لازم يكون جامد كتير، وهذا فيه دسم اكتر من التركي وقليل السوائل فيه يعني المي. بطفهم بخلطهم بالاسباتيل على مقلي. تقليب، مجرد تقليب، ما بدي انا اخسر من قوام المزيج ولا يخفص معي او يصغر حجمه. المرحلة الاخيرة اللي هي 160 جرام كريمة، بدي اخفقهم نصف خفقة يعني يصيروا كريمي. هلا نضيف المزيج اللي عملناه هون فوقه اللي هو اللبن والكريمة وكل هالمواد، وهي آخر مرحلة، ومنكمل بالاسباتيل أكيد. كمان هيك مرحلة دائما حاولوا بالاسباتيل تحركوه على مهلكم عشان ما يهبط معنا المزيج ويقل حجمه. طبعا هي طعمات كتير رائعة، اللبن مع الليمون. تمام هيك ممتاز. ممتاز الصلاص. نسكبها بالقالب على مهلنا. هذا اللي قعد بالبراد تقريبا 5 ساعات، يعني هذا سيليكون كتير سهل انه نتحكم فيه. شايفين ما احلى، شايفين ما احلى. هذا الهاللون اللي عملناه الحشوة راح نحطها هلا مثل ما هي، نضغطها شوي عشان تصير بالمنتصف بالشكل. ندقها شوي، وهذا
هذا قالب البسكوت، هذا اللي بنحطه آخر مرحلة اللي عملناه بسكوت السابلة. طبعا كمان نفس الشيء نحطه بهذا، تكون على الأرض ندخله على عملنا. هذا بده يكون القاعدة مشان وقت بدنا نقلب القالب بالشكل هذا هيك. هلا بنرجعه على الفريزر تقريبا يوم كامل او على القليل 8 ساعات على القليل مشان يجمد كله ويصير قالب واحد معنا. هي القالب صار له يوم كامل بالبراد، القالب الموس اللي عملناه رح نفكه هلا. وهي عندي الجليز صار درجة حرارته 35، هلا بس بدنا نطبقه تطبيقه. شايفين وسهل كتير شيلته من القالب، بس على ما عليكم تشيلوه بهذه الطريقة هيك شوي شوي بالشكل هذا. شايفين محلى هي القالب نضيف ما في شيء. هي هيك بعد ما شلنا من القالب بنحطه على شبك معدني على مهلنا مباشرة من الفريزر نشيله. وهي هون عندي انا الجليز بنزله على مهلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول بكون هذا كله بده ينزل اللبن شو بيلبق مع التوت البري وهالبسكوت كيف بيضل محافظ على القرمشة تبعه والجليزينج طعمات تناسق كتير لابق على بعضه.